السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، السلام عليكم. بداية اليوم حنهضروا على مجموعة من النقاط. نبداو بأنيس ومن بعد نصوتي، وعندنا ثاني نهضروا على الحراقة، على مسيرة 1 ديسمبر، على همجية بعض أفراد المؤسسات الأمنية، على قضية المعتقلين اللي مازالوا معتقلين، ونهضروا ثاني على قضية معطوبي الجيش. نهضروا أيضا على قضية معطوبي الجيش. البداية نهضروا الأنيس. أنيس، أنا استفدت خلال الأيام الماضية أني خدمت مليح عليك، خدمت مليح عليك وخدمت على ليزيليمون تاوعك، يعني خدمت عمل صحفي. لأنه واش رانا نخدمو في التيرا ولا هذاك عمل نضالي ما عندوش علاقة كبيرة بمهنتنا، بالك كاين خاوتنا اللي يشوفوا إساءة للمهنة ولا شي، هذاك في نوتر بير دو مونش. أنا خدمت عليك مليح الشيخ أنيس، تسمعنا، خدمت عليك عمل صحفي. بداية حنوجه لك مجموعة من الأسئلة، لأنه على بالي بلي راك تشوف. نبداك مجموعة من الأسئلة وعندك 24 ساعة باش ترد عليا، في حالة ما رديتش حنبدا ننشر واش عندي. البداية أنيس، روحوا توجور قضية التسجيل الصوتي تاع المخابرات. التسجيل الصوتي تاع المخابرات أنيس، أنت عيطت شاورت واحد قلت له يا ودي لا نديفيزي هذا التسجيل ولا ما نديفيزيش. أنا الأسم تاع الواحد راهو عندي. الأسم تاع المسؤول الأمني اللي عيطت له أنت وشاورته وقلت له إذا ديفوزي التسجيل اللي فيه يهدر معايا إسماعيل مدير مركز عنتر، وفيه ثاني تسجيلات تاع الكاميرات تاوعي، هذاك التسجيل تاع عيطت شاورت الواحد. هذاك الواحد أنا غدوة إن شاء الله حنخرج أسمه، لأنه لازم يخرج أسمه، ولازم الشعب الجزائري يفهم أيضا أنت علاش نشرت هذاك التسجيل. القضية تاع أنيس مع جهاز المخابرات بدأت عند الشعب الجزائري باعتقال الصحفي اسماعيل، صح الشيخ يعقوب، صحفي اسماعيل حربال، حربال على ما أظن، صحفي اسماعيل حربال. صحفي اسماعيل حربال هذا أنا ما عنديش مشكل معه. هذا الصحفي اسماعيل حربال، أنيس رحماني خلق مجموعة من المواقع الإلكترونية. هذه المجموعة تاع المواقع الإلكترونية عددها يناهز اليوم 30 موقع إلكتروني. نقدر نسمي لكم اللي تعرفوهم، ألج 24، الآن نيوز، أخلق الجزائر كوم، أول وغيرها من المواقع. هذه المواقع الهدف نتاعها شنو هو؟ الهدف نتاعها أنها تنقل وتكتب المواضيع اللي ما ينقلهاش أنيس في النهار، وفي نفس الوقت يحاول أنيس يتوسط للناس وينحي لهم مواضيع. الموضوع الأول اللي تنشر ضد جهاز المخابرات، تم حذفه. موضوع الأول اللي تنشر ضد جهاز المخابرات تم حذفه بعد اتصال بين إسماعيل وأنيس. من بعد حدث اتصال ثاني على موضوع ثاني. الموضوع الثاني وش كان يتكلم؟ كان يتكلم على أزمة بوحجة، وكان يقول الموضوع المنشور في ألجمنت كات، لماذا لا يتدخل جهاز المخابرات ويكون كما جهاز المخابرات تاع الجنرال توفيق ويتدخل ويقنع بوحجة، ولا يضغط على بوحجة باش يتنحى، ويقول أنه جهاز المخابرات فاشل لأنه موش يتدخل في أمور سياسية. هذه الحكاية تاع أنيس مع جهاز المخابرات. ثم تم الاتصال بينه وبين السيد ودوموندالو نحي إسماعيل، وهو من حاش ونشر. هنا كان كاين هدف سياسي. الهدف تاعه هو صراع بين جناحين في السلطة. اليوم كاين جناحين في السلطة راهم يتصارعوا بيناتهم. كاين جناح خدم بأنيس، وكاين جناح اللي كان فيه جهاز المخابرات. أنا كلا الجهازين هذو أنا ماني معترف بهم، ونشوفهم بلي راهم يلعبوا لعب ذراري. لعب ذراري، هذا أكبر لعب، ولعب ذراري في دولة. أنا أني السؤال الأول نقول لك، شكون عطالك الأمر؟ شكون سيدك اللي عطالك الأمر باش تهاجم المخابرات وأنت عندك 30 سنة تخدم مع هذا الجهاز؟ هذا الهضرة ثاني موش يقولها عدنان الملاح، راهم يقولوها الناس اللي أشرفوا عليك خلال مسارك المهني. قالوها عليك مدراء جرائد، قالوها عليك كل مدراء الجرائد اللي خدمت معه. انت تعرف جيدا انيس شكون اللي كان ينترفوني عليك باش يخدمك، كيف ما انت خدمت في جريده الفجر. جريده الفجر هذاك الوقت كانت واحده من اكبر الجرائد، حنا خدمنا عليها وحنا نشروا لك كلش. انا الاولى نسقسيك شكون عطاك الامر، وهذا سيدك اللي عطاك الامر فليعلم انه ما يجي يعتقلني ولا يجي يديني، راني مسجل له فيديو وحاطه ومخبيه ومخزنه، وحيخرج اسمه يخرج اسمه، ولو نكون في الدار ولا نكون في الحبس حيخرج يخرج اسمك عادي جدا. هذا القضية الأولى تاع أنيس.
القضية الثانية تاع أنيس. أنيس أنت كي طاح عدلان ملاح وطاحت المجموعة اللي كانت معاه ومعاهم عبدو سمار وغيره، وبدأت القضية من قضية رضا سيتي ساز، أنت ابتزيت رجل أعمال جزائري، رجل أعمال نتفق معه ما نتفقش معه هذه تبقى مشكلة خاصة، ولكن ما حد رجل أعمال هذا أنت ابتزيته وأنت عدوي، أنا نخرج لك الحكاية. هذا رجل أعمال أنت ابتزيته لصالح شركتك اللي اسمه هذا حقني، هذه الشركة لحقني، شركة تاع تاكسيات، أنت ابتزيت رجل أعمال وضغطت عليه وهددته، وهددته بأسماء مسؤولين أمنيين، وهددته بأسماء مسؤولين سياسيين، وقلت له أنك حدر عليه حملة، وتحولت في الفترة اللي كنا إحنا في الحبس، تحولت لواحد من أقوى زعماء البلاد هذه، واللي تتهدد في الناس مباشرة. الإنسان هذا أعطاك مجموعة من الطنوبيلات، الإنسان هذا أنني حنستناه ثاني 48 ساعة باش يخرج ويهدر وينفضحك على ابتزازك. إذا ما خرجش وهدر حنخرج له الصفقة اللي تمت بينك وبينه، ولا أعطاك طنوبيلات، أعطاك حوالي 100 طنوبيل، هذا هو الرقم اللي عندي. طنوبيلات هذو أنا راني مصور شركتك تمشي بها، شركة لحقني حاجة هكذا. هذه في قضية الابتزاز تاعك. كاين مجموعة من الصحفيين ثاني توعك. هذه المجموعة تاع الصحفيين هاجموا خاوتي اللي كانوا في الحبس. والحمد لله أنتم ما تقدروش تهاجمونا وإحنا برا. أنتم تخدموا الخدمة اللي ما يخدموهاش الرجال، تهاجمونا وإحنا الداخل. نهار اللي نكونوا مكبلين ونهار اللي نكونوا معتقلين تقدروا تهاجمونا. ولكن باش تهاجمني وانا برا انت ما تقدرش ديرها. كاين الصحفي احمد قار، عندك 48 ساعة احمد قار باش تقول لي حقيقة علاقتك بكمال شيخي، كمال شيخي المدعو البوشي، وشحال سفت منه من اموال، وش اعطاك، وقضية العمرة، وقضية الطنوبيل اللي ديتها من عنده، وقضية الفلوس اللي كنت تروح ليه، وقضية اللقاءات معه. انت يا احمد قار انت اللي صورت خويا رضا سيتي ساز، مدني الوابح، جمال، وبخالف شريف، وصورت عدلان ملاح، وكمال بوعكاز، وفضيل دور، وانت اللي هنت هذ الناس، وانت اللي مرضت النسانة، ومرضت نسا خاوتي، وبهدلت بينا، ولا انك تعتقد انك تبهدل بينا، مشي درت لنا شي هذا. احمد قارة، 48 ساعة، وهذا عمل صحفي، باش ما تروحش تبكي عند معاليمك. احمد قارة، انا املك معلومات، انا التقيت كمال شيخي، التقيته في سجن الحراش، كمال شيخي المدعو البوشي، واملك معلومات تامه على علاقتك به، عندك 48 ساعه تجوستيفي وتتواصل معايا في اطار عمل صحفي، وتفهمني علاش شديت العمره من عنده اللي يكون ماليك، وعلاش شديت من عنده طنوبيل، وقداه الصوارد اللي ديتهم من عنده، وكيف ابتزيته وكيف هددته، وتعطيني العلاقه بينه وبين انيس رحماني، وشكون الاول اللي عيط الكمال شيخي النهار اللي صرات قضيه كوكايين وهران، وقال له نوقف معاك ونقدر نخرجك منها براءه لو كان تمشي معاي. هذا انت شيخ احمد قار. احمد حفصي، انت كي كنا احنا في الحبس، انت قبل ما نكونوا احنا في الحبس، احمد حفصي وبلال الكباش، قبل ما كنا في الحبس كنتوا تعيطوا عندي وتحلوا عندي، وانتم على بالكم بلي انا عندي، كيفاش كنتوا تحلوا فيا؟ على بالك بلا كباش، وعلى بالك احمد حفصي. احمد حفصي، السؤال اللي نوجهه لك، انا شفتك درت عرس، وعندي تصاور تاع العرس تاعك، العرس تاعك استقام بالملايير، وانت تسلك 8 ملايين في النهار، جوستيفي دراهمك، اذا ما جوستيفيش دراهمك حنولي معاك في قضيه الابتزاز اللي انت على بالك بلي انا حاكمها عليك. انت على بالك بلا الكباش كيف كيف، بلا الكباش انت كنت تقول بلي انت صاحبنا، وكنت تتواصل معنا تحلل على المعلم تاعك انيس، كي نخبطوه خرجت انت في النهار وكنت تهضر عليا وتقول عدلان ما سمعليش الراي. انا ما نسمعش الراي الواحد ما عنده حتى علاقه بالمهنه هذه. انت على بالك واش كنت تخدم قبل ما يجيبك انيس ويخدمك؟ انا على بالي انت واش كنت تخدم ثاني. بلا هاوليك، انا راني حنسالك على مصدر اموالك. ايه حفصي ثاني، الفضيحة تاعك في دبي كي رحت تجوز الفواياج دو نونس ثاني، راهي مؤاخذة ومكتوبة وكلش. كاين ثاني عامر دراجي المعروف بالشيخ النووي. عامر، انت مع احترامي لكاع الناس، انت يا عامر يا خي على بالك بلي كنت تخدم في المؤسسة اللي كنت انا نسير فيها سائق، شوفور سائق في قناة بير تي في. انا
اللي مشيت وخدمت لك برنامج لان شفت بلي عندك بعض الكفاءة ومشينا في نهج وفي طريق في بير تي في، من بعد رحت بدلت الطريق. عامر انت ولدك سميته على اسمي، الناس استاوالي، الناس ازور، الناس السويدانية يعرفوا العلاقة اللي كانت بيناتنا ويعرفوا، يعرفوا يا عامر كيف ما كنت داير. انت يا عامر مشيت سبيتني في المومون للدوم، ماوش مشكل الديرة لانه انت كنا متفقين على نمشوا في خط ودرت على الخط، ولكن ماوش مشكل. انا يا عامر حنخرج لك قامي لفات ابتزاز اللي على جالها صحتك من بير تي في، وعلى جالها كنت نوقف لك البرنامج، كنت كل ما تبتز واحد يا عامر كنت نوقف لك البرنامج. نبدأ من حكاية سوق هراس ونجو جايين، وهذا ثاني عامر صحافي باش المعالي من تاعكم كي تروحوا تبكولهم، هذا عامر صحافي. انا واش راني ندومونديكم، راني ندوموندي اجوبه على مجموعه من الاسئله. حمد قاره، بلال كباش، حمد حفصي الشيخ اللوي، رقمي الهاتفي تعرفوه، نزيد نعاود نذكركم به 05 59 30 69 11. الرجاء تواصل معي، انا راني نخدم تحقيق صحفي عليكم في ربع الصحفيات نتاع النهار. كاين بزاف منكم اللي كانوا يعيطوا لي كي كانوا يديروا عليهم حملات، وكنت ندافع على شرفكم وحنبقى ندافع على شرفكم. وفي عمري ما حنعطي على صحفية تخدم في النهار، وفي عمري يا جماعة كي تقارى كي كباش كي حفصي كي نوي، عمري لحنهدر على شرفكم ولا على أي حاجة عندها علاقة بالشرف. أنا حنهدر فقط على فضايحكم وعلى ملفات ابتزازكم وعلى صفقات العار اللي كنتوا دايرينها. أنيس كيف كيف راك معاهم انت ثاني في الليستة، كمال شيخي الحمد لله لقاني ربي به في الحراج وخدمنا عليه مليح، وكاين بزاف حوايج حيخرجوا في قضية كمال شيخي حتفاجأكم، حتفاجأكم جدا. علاش تم التغطية على أسماء مسؤولين أمنيين ولا مسؤولين سياسيين ولا مسؤولين إعلاميين؟